أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة الموقرة باستدامة الخدمات الصحية وضمان جودتها المقدمة للجميع في مملكة البحرين، تحقيقا لثوابت مسيرة التنمية المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومواكبة لأحد أهداف التنمية المستدامة المرتكزة على توفير التغطية الصحية الشاملة. وقال معاليه إن ما يبرهن الاهتمام الذي يحظى به القطاع الصحي في مملكة البحرين هو المضي قدما في تنفيذ المحاور التي تقوم عليها الخطة الوطنية للصحة التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء ومساندة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تعد بمثابة خارطة طريق للتغيير في القطاع الصحي لغاية العام 2025، كونها تهدف إلى تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية وضمان تمويلها واستدامتها وتوفير الموارد والبنية التحتية البشرية اللازمة وضمان حوكمتها. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد تفضل صباح اليوم برعاية وافتتاح أعمال مؤتمر تفعيل الإجراءات نحو التغطية الصحية الشاملة الذي ينظمه المجلس الأعلى للصحة بالشراكة مع الشبكة الدولية للتعليم المشترك للتغطية الصحية الشامل GLN، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمدعوين والمشاركين من 34 دولة من مختلف قارات العالم. وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله أن انعقاد هذا المؤتمر على أرض البحرين يعكس حرص المملكة على استقطاب المؤتمرات الطبية المتخصصة ودعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف القضايا الطبية وبناء الشراكات الإقليمية والدولية، لا سيما وأن القطاع الصحي في البحرين قد شهد تطورا متصاعدا من حيث توفير سبل الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة في الجانبين الوقائي والعلاجي ورفع مستوى الوعي الصحي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية كما ونوعا بمختلف المناطق، ليأتي ذلك منسجما بالدرجة الأولى مع تحقيق وتنفيذ الأهداف التنموية. وثمن معاليه الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للصحة برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة والدور الرئيسي الذي يطلع به المجلس في المساهمة في تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين وحرص منتسبيه على مشاركة وتبادل الخبرات المكتسبة مع المؤسسات والنظراء والشركاء من مختلف أقطار العالم حتى تنعم البشرية جمعاء بحياة صحية وسليمة. وخلال الافتتاح ألقى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة كلمة أكد فيها أن انطلاق مؤتمر شبكة التغطية الصحية الشاملة من البحرين هذا العام يعكس ما يحظى به القطاع الصحي من دعم شامل ومتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، معربا معاليه عن بالغ الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على تفضله بافتتاح هذا المؤتمر الدولي المهم تجسيدا لحرص الحكومة الموقرة على دعم ومساندة المسيرة التنموية التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة، والتأكيد على مكانة الفعاليات الصحية والطبية كأحدى الملتقيات العالمية على مستوى الشرق الأوسط والعالم. وأشار معاليه إلى أن هذا المؤتمر يعد من أبرز المبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين لتشجيع المزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجال التغطية الصحية الشاملة وتعزيز التنسيق بين الدول لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. وأضاف معاليه أن القطاع الصحي في مملكة البحرين وبإقرار الخطة الوطنية للصحة قد شهد عدة إصلاحات رئيسية، حيث تعد هذه الخطة واحدة من الأولويات الاستراتيجية الرئيسية في تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني، وتم تكليف المجلس الأعلى للصحة بتنفيذ هذا المشروع ووضع السياسات والاستراتيجيات التشغيلية اللازمة للوصول إلى النتائج المرجوة منه. وقطعت المملكة أشواطا مهمة تمهيدا لقرب تنفيذ هذا المشروع بما يعود بالخير والنفع على الجميع ويحقق التطلعات لتطوير منظومة الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.
ووجه معاليه شكره إلى كافة المساندين لهذا المؤتمر وإلى سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة وأعضاء اللجنة المنظمة وكافة الداعمين في الجهات الرسمية والخاصة والأهلية على تعاونهم وجهودهم الكبيرة في سبيل إنجاح هذا المؤتمر الدولي. يعد القطاع الصحي المقياس الرئيسي الذي تقوم عليه عافية المجالات الأخرى، وتعد مدارات استقامته حاجة ملحة تسعى إلى إحقاقه الدول لسكانها. فالعناية بصحة الإنسان تأتي كأولوية كبرى تنهض بنهوض خدمات الرعاية الطبية الأولية الوقائية منها والعلاجية، وتطوير وتنفيذ السياسات العامة لتشجيع أنماط الحياة الصحية. والمؤتمر السنوي للشبكة الدولية للتعليم المشترك للتغطية الصحية الشاملة جاء ليعاين الإمكانات ويرمي بثقل مواضيعه التي تشكلت ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجيات والخطط لتحقيق متطلبات الضمان الصحي. نشر الضمان الصحي في العالم كله، ودائما هي مجموعة من 34 دولة فيها مختصين من كل التخصصات الطبية والإدارية، فعلى أساس أنه هذا يأخذون الأفكار من كل دولة وينشرونها في الدول الثانية، يشوفوا شيء زين موجود في هاي بلد ويشرونه حق الثانيين، ولكن يعني ويحاولون يساهمون مع الدول في حل مشاكلها حق تطبيق نظام التأمين الصحي العام الشامل حق الناس كلها. طرق تمويل النظام الصحي وطرق وضع الأسس لتسيير الذاتي وطرق الحوكمة المتبعة في دول كثيرة في العالم، وإحنا بالنسبة لنا طبعا هذه مهم لأن في كتجربة جديدة لمملكة البحرين نريد نتعلم من غيرنا اللي سبقونا ونحاول قد ما نقدر نتفادى العقبات اللي واجهتهم في تطبيق الضمان. ورش عمل تعليمية ونماذج عملية سيعزم الأعضاء في الشبكة الدولية للتعليم المشترك طرحها، فهم من تنوعت خبراتهم لتأتي من 34 دولة من مختلف قارات العالم هادفين على ترجمة معارفهم إلى أدوات وإرشادات حول كيفية مواجهة تحديات التنفيذ والنظر بعين ثاقبة إلى أبرز القضايا العالقة في هذا الشأن. هذا المؤتمر بالغ في الأهمية، تحت مظلته يجتمع ممثلون عن 34 دولة يناقشون عديد المواضيع الصحية التي فرضت نفسها على ساحة الرعاية الطبية لجميع أفراد المجتمعات الدولية. الأمور التي تقف خلف تنظيم هذا المؤتمر والتوقيت الذي جاء فيه كثيرة، فنحن كأعضاء فاعلين في الشبكة جئنا إلى هنا للتباحث فيما بيننا حول كيفية طرح السياسات الخاصة بالتأمين الصحي الشامل وإزاحة أي عقبة أمام تحقيق ذلك. مؤتمر جاء بعمق رؤيته التي تتجه نحو أهمية الشعور بالمجتمع وتلبية احتياجات أفراده الصحية ونشر التوعية بالضمان الصحي الشامل الذي يعد جزءا لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة. تقاسم بالأفكار وحلول لم تغفل الأذهان عن الإتيان بها من أجل توحيد الرؤى العالمية حول أحقية الحصول على الضمان الصحي وتطوير بنوده بشكل شمولي يكفل تقديم رعاية طبية نموذجية. لتلفزيون البحرين، محمد الرشادات.